لم يكتف المجتمعون في إرميلان بريف الحسكة بتوقع فشل المفاوضات في جنيف التي استبعدوا منها، بل أكدوا أن خطوتهم في تبني الفيدرالية هو رد على محاولات استبعادهم من التخطيط لمستقبل سوريا. وفي إرميلان يعقد أبناء المناطق من مختلف الأعراق والمذاهب، والتي من المقرر أن تشملها المظلة الفيدرالية تحت عنوان النظام الاتحادي الديمقراطي لروج آفا شمال سوريا، وروج آفا هو الاسم الكردي لشمال سوريا. طرحنا اقتراح بنفس الوقت فيدرالية مجتمعية، فيدرالية شعوب، فيدرالية ديمقراطية لا محدودة تماما. بادرنا بهذه عسى وعلى قبل هذا الشيء جربنا الإدارة الذاتية، كان لها نجاح على الأرض، ميدانيا موجودة، عسكريا موجودة الإدارة الذاتية، من كل الجوانب عمل كان متكامل. البند الرئيس على أجندة المؤتمر دمج ثلاث مناطق كردية تتمتع بالحكم الذاتي في شمال سوريا من خلال ترتيبات اتحادية. ووفقاً للمسؤولين الأكراد، فإن الإعلان عن الفيدرالية يعني توسيع صيغة الإدارة الذاتية التي شكلها الأكراد والمكونات الأخرى في شمال شرق سوريا. وسيتم هذا الأمر تحت مسمى فيدرالية شمال سوريا، التي يقول المنظمون إنها ستمثل كل الجماعات العرقية القاطنة في المنطقة، ولن تكون فيدرالية جغرافية بل ديموغرافية. وترسم الوثيقة التي وضعتها لجنة التحضير لاجتماع إرميلان تصوراً لمناطق من الإدارة الذاتية الديمقراطية تدير شؤونها الاقتصادية والأمنية والدفاعية، وتتزايد مساحة الأراضي التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية والجماعات التي تقاتل في صفوفها، مع ما تحققه من تقدم في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية خلال العام الأخير.